لسه جوه الهيد سيكشن، ندخل جوه السكريبت تاج وعايزين نتكلم على فاريبل نسميه النيم، فهنقول في ار النيم وبيساوي، ونقول حسام حسن، ونقفل الدبل كوتيشن ونعمل سيمي كولون. وعايزين نقول الفاريبل بتاع التيم الاهلي، وعايزين نطبع حسام حسن بيلعب في الاهلي، فدوكومنت دوت رايت. هنكتب ايه بقى؟ هنكتب النيم اللي هو حسام حسن، وبعدين نعمل زائد و تو دبل كوتيشن، وجوه التو دبل كوتيشن عايزين نقول سبيس بلاي ان، وبعدين نسيب سبيس كمان عشان لما يجي يطبع الفاليو بتاعت التيم يبقى في سبيس ما بينها وما بين الان. فهنعمل هنا زائد ونقول التيم، ونقفل الباكت ونحط سيمي كولون ونسيف الكلام ده ونشوف على كروم هيبقى شكله عامل ازاي. فهلاقي فعلا نزلت لي قيمة النيم، وبعد كده حط لي بلاي ان ونزل لي قيمة التيم. فبالشكل ده انا قدرت اطبع متغيرين وبينهم كلام او سترينج داتا. طيب انا لو عندي مثلا 50 لعيب وعايز اقول ان ال50 لعيب دول كلهم بيلعبوا في الاهلي، قال لك ممكن تعمل حاجة اسمها فانكشن. في الفانكشن دي تعالوا نمسح الكلام ده ونبدأ نشوف الفانكشن دي هتعمل ازاي. الفانكشن دي بيبقى ميزتها ايه؟ ان انا لو عندي شوية او مجموعة من الاكواد وعايز مش كل شوية اعيد الكود ده، فقال لك ممكن تعمل فانكشن وكل ما تحتاج ان انت تعمل العملية دي تنادي على الفانكشن دي بس. فتعال نشوف لو انا عايز اقول فانكشن، وهتلاحظ ان فانكشن هنا هتتحول اول لما اكتب الان البولد، يبقى انا كده السبيلنج بتاعي مظبوط. فلو قلت فانكشن مثلا ايجيبت، وبعدين هعمل دبل كوتيشن كده، وبعدين هحط قوسين، ونشوف الاول الشكل البسيط للفانكشن وبعدين نبدأ نتكلم على القوسين دول. فتعال نتخيل كده ان هي دي الفانكشن بتاعتنا، وهو ده اسم الفانكشن، والبادي بتاع الفانكشن هيبقى ما بين التو كيري باكتس دول. فانا ما بين كيري باكتس دول عايز اقول له اطبع دوكومنت دوت رايت، وجوه هطبع مثلا هاي فروم كايو، وهقفل الدبل كوتيشن وبعدين اقفل الباكت واحط سيمي كولون. ولو سيفت الكلام ده وجيت تشغله هتلاقي مفيش حاجة اتطبعت لك على الشاشة ابدا، لان انت عملت الفانكشن ولما جيت شغلت البرنامج جافا سكريبت جه فعلا على الفانكشن اللي اسمها ايجيبت وحط فيها السطر ده من الكود وبعدين كمل شغله. فدي عملية ستورينج للداتا، هو كده خزن المعلومات صح، ولكن انا مطلبتهاش منه. فطول ما انا ما طلبتش منه ان هو يعرض لي المعلومات اللي جوه الفانكشن دي هو مش هيعرضها، ولكن هو مخزنها. فتعالى كده نيجي هنا نقول له بعد ما نقفل الكيري باكت التاني بتاع الفانكشن، او بعد ما نخرج بقى البادي بتاع الفانكشن بتاعت ايجيبت، اجي هنا انادي على الفانكشن دي وهقول له ايجيبت، واعمل له القوسين دول واحط السيمي كولون واسيف الكلام ده. ولو جيت عملت ريفريش هتلاقي فعلا طبع لك هاي فروم كايو. طيب تعال نشوف فايده بقى الاقواس دي، يعني احنا فهمنا هننادي على الفانكشن ازاي، ولكن فايده الاقواس اللي محطوطه هنا واللي محطوطه هنا دي ايه؟ قال لك دي ممكن تدي بيها قيمه لمتغيرات للفانكشن دي. يعني انت لو عايز تكتب مثلا تطبع مثلا حسام بلاي ان ايجيبت او بلاي ان اهلي، فهتكتب هنا قيمه المتغير اللي هتحط فيه الاسم بتاع حسام، وقيمه المتغير اللي هتحط فيه الاسم بتاع التيم او الاهلي. وانت بتنادي على الفانكشن هتقول له، او تعالى نكتب بس في البادي بتاع الفانكشن الاول اللي هو حسام الاسم، وبعدين زائد تو دبل كوتيشن، وهنحط هنا بلاي ان، وزائد وهنحط الاسم بتاع التيم الواي، وهنخش هنا نسيب سبيس ونقول بلاي ان، نسيب سبيس كمان، ونيجي واحنا بننادي بقى على الفانكشن دي تقول له الاسم اللي انت عايز تحطه في الاكس، وتقول له الاسم اللي انت عايز تحطه في الواي. فهتيجي مش دي اسماء، فلازم تحطها ما بين دبل كوتيشن، وهتسيب كوما وهتحط الاسم التاني ما بين دبل كوتيشن. هنحط في اول اسم ايه؟ هنحط حسام حسن، وهنحط في تاني اسم الاهلي، ونسيف الكلام ده وهنعمل فيش للصفحة بتاعتنا. هتلاقي فعلا طبع لك حسام حسن، لان احنا عملنا باسنج للبارامتر اللي اسمه اكس عن طريق ان احنا واحنا بننادي على الايجيبت ادينا له قيمة يحطها جوه الاكس هي حسام حسن، وقيمة يحطها جوه
الاهلي، او اسف يحطها جوه الواي اللي هي الاهلي. فلما جه يطبع الكلام ده قال لك دوكومنت دوت رايت، الدوكومنت ده الاليمنت بتاع الدوكومنت اللي هو الصفحه البيضاء بتاعتي دي، هكتب فيها ايه؟ هكتب فيها الكلام اللي ما بين القوسين ده. اول كلمه ما بين القوسين عايز يكتبها لقاها عنوان، لان هي مش في دبل كوتيشن، فلقى العنوان اللي اسمه الاكس، وهو فاهم ان العنوان اللي اسمه الاكس ده هيجيب قيمته من الكولينج بتاع الفانكشن. فبص على الاكس هنا، لقى الاكس دي الترتيب بتاعها ما بين القوسين دول اول واحده، فهيبص على اول متغير مكتوب ما بين القوسين بتوع النداء بتاع الفانكشن، فهيحط القيمه بتاعت حسام حسن جوه الاكس دي، ولما يجي يطبع هينزلها جوه الاكس دي. وتاني متغير هيعديه هو الاهلي اللي محطوط جوه الواي، وهيطبعه لما حطيت هنا. فتعالى نكتب، او تعالى نعمل هنا واي، او نعكس هنا واي ونكتب هنا اكس، ونشوف لما نسيف الكلام ده هتلاقيه عكس القصة كلها. فقال لك الاهلي بلاي ان حسام حسن، ليه بقى؟ لان هو حط جوه الواي حسام حسن فطبع الواي هنا، وحط جوه الاكس الاهلي فطبع الاكس في الاول. فأظن الموضوع سهل جدا، ولكن احنا لسه ما حسيناش احنا ليه برضه عاملين الفانكشن دي، واحنا هنستخدمها في ايه؟